هذه الحلقة، الطائرات بدون طيار من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني على نطاق واسع. أوغاشيما جزيرة بوكانية تضم أصغر تجمع سكاني في الأرخبيل الياباني. جزيرة غوري شاهد على التاريخ الاستعماري في إفريقيا ورمز للتجارة الرقيق نحو أمريكا وأوروبا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مراسل الجزيرة. تحولت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مؤخرا إلى الاستعمالات المدنية، باتت تخلق الآن فرصا جديدة للتوظيف في مجالات مثل عمليات إطفاء الحرائق والتصوير السينمائي والتلفزيوني وأنظمة المراقبة وعمليات الإنقاذ أيضا. موازاة مع ذلك، ظهرت استخدامات غير قانونية لهذه التكنولوجيا من شأنها تهديد سلامة المواطنين وتعريض أمنهم للخطر. أيمن زبير مراسلنا زار معهد علوم الطيران الإسباني حيث يتم تأهيل مستخدمي هذه الطائرات في المجال المدني، وعاد لنا بالتقرير التالي. لم تعد السيطرة على الأجواء حكرا على هؤلاء، فإلى جانب الطائرات بمختلف أشكالها ثمت منافس جديد تعد له الدول العدة نظرا لسرعة انتشاره وانخفاض تكلفته، الدرون أو الطائرة بدون طيار، آلية ارتبط اسمها بالضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الأمريكي في دول كاليمن أو أفغانستان، استخدام لا يحجب مهام أخرى توفرها هذه الطائرة التي يتم تشغيلها بنظام التحكم عن بعد. هناك اهتمام واسع بهذه الطائرات من قبل قطاعات مهنية عدة، وبشكل خاص من قبل القطاع السمعي البصري. لدينا بعض الطلبة من قطاع الهندسة الصناعية، لأن هذه الطائرات تستطيع الوصول إلى أماكن يعجز الإنسان عن الاقتراب منها. مزيج من حب الاستطلاع وتجويد الأداء المهني عبر استخدام التكنولوجيات الجديدة جاء بخوسيه لويس غاغو إلى هذه الأكاديمية. هنا يحاول هذا المهندس الصناعي تعلم مهارات قيادة طائرات الدرون، برنامج أكاديمي يوفر دروسا تطبيقية تسهل على المتدرب حسن استعمال وقيادة هذه الطائرات الصغيرة. قبل بدء هذه الدورة لم أكن أعتقد أن هناك معايير أمنية كثيرة، كنت أظن أنني أستطيع قيادة الطائرة بدون طيار وسط المدينة بدون تعقيدات، ولكنني اكتشفت أن الأمر خطير جدا. إلى جانب التكوين العلمي ثمت أيضا دروس نظرية تحاول توعية كل هؤلاء بمخاطر استخدام الطائرات بدون طيار التي أصبحت تستعمل أيضا في بعض الأعمال الإجرامية. لذلك ربما تحاول الحكومة الإسبانية سن قوانين تهدف إلى مراقبة انتشار واستخدام هذه الطائرات في المجالات الحضرية، فالتكنولوجيا البسيطة المستعملة في تصنيعها جعلتها في متناول جمهور عريض يعتقد أنها لعبة تسهل قيادتها وتسخير إمكانياتها في أغراض ترفيهية. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الطائرة بدون طيار تعمل كباقي الطائرات، ولذلك يتوجب على المستخدم أن يعرف الفضاء الجوي الذي سيستخدمه للطيران. عليه أيضا أن يجيد قيادة الطائرة وأن تكون له دراية كافية بتقلبات أحوال الطقس. تحذيرات يبدو أنها لا تلقى كثير اهتمام لدى بعض الجماعات الإجرامية التي لم تتأخر في استغلال هذه الطائرات وتسخيرها لأغراض غير مشروعة كتهريب المخدرات، تحد فرض على بعض الحكومات استخدام نفس الآليات لمراقبة واعتقال الخارجين عن القانون، كما توثق ذلك هذه الصور التي استخدمتها الشرطة الأرجنتينية لاعتقال واحد من أخطر تجار المخدرات في العاصمة بوينوس آيرس. الجماعات الإجرامية تستبق دائما سن القوانين. طائرات الدرون فرضت واقعا جديدا، لكن هناك بطء في أوساط المشرعين. أتمنى فقط أن تعي الحكومات حجم التحدي. لقد تم بيع العديد من هذه الآليات ولم يعد هناك مجال للارتجال. إلى أن تتحقق هذه المطالب
اكتفت الحكومة في إسبانيا بمنع مستخدمي هذه الطائرات من التحليق في المجال الحضري وفرض غرامات مالية على كل من خرق هذا المنع، إجراءات تدفع الراغبين في استخدام هذه الآليات إلى الخروج إلى مناطق نائية للتدرب على مهارات قيادة الدرون. تمارين تجرى أيضاً في فضاءات مغلقة. يجب أولاً قياس المسافات. إذا حركنا هذا الزر نحو الأعلى تبدأ عملية التحليق. علينا أيضاً أن نحدد محور الطائرة. بالنسبة للزر الآخر نستعمله لتوجيه الطائرة إلى الوراء أو إلى الأمام. آفاق كثيرة فتحها عالم الطائرات بدون طيار، فبالإضافة إلى إثراء العمل التلفزيوني يتوقع أن يشمل استخدامها مجالات أخرى كتوزيع السلع ومراقبة المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية. أيمن الزبير لبرنامج مراسلو الجزيرة من مدينة سلامانكا. من إسبانيا إلى اليابان، حيث تعتبر جزيرة أوغاشيما من أكثر الجزر المنعزلة في الأرخبيل الياباني، وهي جزيرة بركانية لا تزيد مساحتها عن 6 كيلومترات مربعة، كما لا يزيد عدد سكانها عن 165 شخصا. رغم إمكانية ثوران أحد البركانين الموجودين بها، يصر السكان على البقاء والتعايش مع مخاطر الطبيعة. فادي سلامة سافر إلى هذه الجزيرة النائية ليطلعنا على تفاصيل الحياة اليومية لسكانها في التقرير التالي. وجهت جزيرة بركانية يابانية صغيرة في بحر الفلبين، تبعد عن طوكيو نحو 400 كيلومتر، وتعتبر من أكثر الجزر المنعزلة في المنطقة، والوصول إليها ليس أمرا سهلا. انتقلت أولا على متن طائرة من طوكيو إلى جزيرة هاتشيجوجيما في رحلة استغرقت ساعة واحدة. ومن جزيرة هاتشيجوجيما التي تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب طوكيو، سأتابع السفر بالمروحية نحو الجنوب إلى مقصد جزيرة أوغاشيما. هذه المروحية هي وسيلة النقل الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى جزيرة أوغاشيما في معظم أيام السنة، وهي تقل 9 أشخاص فقط وتقوم برحلة واحدة في اليوم. بعد رحلة من طوكيو لمدة ساعة بالطائرة ثم 20 دقيقة بالمروحية، ما زلت في طوكيو. فجزيرة أوغاشيما التي يعني اسمها الجزيرة الزرقاء تتبع إداريا لمحافظة طوكيو. تمثل الجزيرة حالة نادرة في العالم، فهي تضم بركانين معاً، وتحيط بها الرواسب البركانية الشديدة الانحدار من كل جهة، ويتوسطها جبل مارويما الذي يعني اسمه الجبل المدور، ويتكون من فوهة البركان الداخلي. تضم جزيرة أوغاشيما أصغر تجمع سكاني في اليابان، حيث يبلغ عدد سكانها 165 شخصاً فقط، ولا تزيد مساحتها عن 6 كيلومترات مربعة، وهي جزيرة بركانية، ويمكن مشاهدة فوهة البركان هناك بشكل واضح من هذا المكان في أعلى جبل في الجزيرة. ورغم إمكانية ثوران البركان في أي لحظة، يصر السكان على البقاء والتعايش مع مخاطر الطبيعة. عند سفوح جبل مارويما تنتشر حقول البطاطا الحلوة التي تعتبر من أهم المحاصيل التي يزرعها القرويون للاستفادة منها كطعام رئيسي، وكذلك لصنع نوع خاص من المشروبات الكحولية التي تشتهر بها الجزيرة. وقت استراحة الغداء يتجمع القرويون في متنزه يضم الكثير من ينابيع المياه الساخنة ليستمتعوا بوجبة شهية، بينما ينعمون بالدفء الذي يشعه البخار المتصاعد من الفتحات البركانية. فالبخار المنبعث منها ناجم عن تبخر ماء البحر، وهو لا يحتوي على أي غازات كبريتية سامة
كما هو الحال في البراكين الأخرى. ويستخدم القرويون بذكاء هذا المصدر الحراري المجاني لا للتدفئة فحسب، بل وللطهو أيضا، حيث يبنون مواقد خاصة وبأحجام مختلفة، ويمكن التحكم بحرارة الموقد من خلال صمام ينظم كمية البخار التي تصل من تحت الأرض إلى الموقد لتناسب طهو كل نوع من المأكولات المختلفة. جميع سكان القرية يستخدمون هذه المواقد، ويمكن للزوار أيضاً أن يستخدموها مجاناً. لكل نوع من الأطعمة وقت محدد لينضج، فللبيض 7 دقائق وللسمك 20 دقيقة. منذ 20 عاماً أقامت بلدية القرية هذه الساونا التي يمكن لأي شخص أن يستخدمها ب$3 فقط. أما معمل الملح فتديره أريزا يامادا، وهي تأتي بماء البحر يومياً وتصبه في هذه الأحواض الخاصة، ثم تجففه باستخدام الحرارة المنبعثة من البركان لتنتج نوعاً نقياً من ملح الطعام الغني بالمعادن. مصادر الدخل محدودة جدا في جزيرتنا، وقد فكرنا منذ 20 عاما بصناعة الملح، فماء البحر مجاني وكذلك الحرارة اللازمة لتجفيفه، وقد نجح مشروعنا الذي أعمل فيه مع عدد من سكان القرية بشكل يومي. في الجزيرة بضعة نزل صغيرة كهذا النزل الذي يديره العمدة السابق للقرية هيروشي ساساكي. أوغاشيما جزيرة بركانية يثور بركانها كل 200 عام تقريبا، وكان آخر ثوران في القرن 18، وحينها تمكن 203 أشخاص من الهرب إلى جزيرة قريبة. أما من لم تتسع القوارب لنقلهم فكانوا 130 شخصا وقتلهم البركان. بقي سكان أوغاشيما بعيدين عن جزيرتهم لمدة 50 عاما إلى أن هدأ البركان، ثم قرروا العودة إلى الجزيرة هرباً من حياة النزوح التي كانوا يعيشونها على جزيرة هاتشيجوجيما القريبة. كل ما يتعلق بجزيرة أوغاشيما طريف وغريب، ففيها إشارة ضوئية واحدة ولم توضع لتنظيم السير، بل لتعليم أطفال القرية على طريقة عمل إشارات المرور. وفيها مدرسة واحدة تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، ويتعلم جميع الطلاب تاريخ الجزيرة وكيف تحدى أجدادهم مخاطر البركان وقرروا العودة إلى القرية. والطريف أن عدد المدرسين في المدرسة ضعف عدد الطلاب، حيث يوجد 13 طالبا فقط من سكان القرية، وأكثر من 20 مدرسا ومشرفا جاءوا من طوكيو للعمل في الجزيرة. هذا الطفل يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، أما رفيقتاه فممرضة وصاحبة مصنع، لكن طريقهم لتحقيق أحلامهم لن يكون سهلا، فإكمال الدراسة سيتطلب الابتعاد عن عائلاتهم في الجزيرة بعد المرحلة الإعدادية ل6 سنوات على الأقل. يتراجع عدد سكان جزيرة أوغاشيما عاماً بعد عام بسبب قلة عدد الأطفال، ويخشى السكان أن يأتي يوم تصبح فيه جزيرتهم مهجورة كما أصبح عليه الحال في عدد من الجزر اليابانية الأخرى، ولذلك يدعون زوار الجزيرة للبقاء فيها والعيش معهم في أحضان هذه الطبيعة الساحرة. فادي سلامة لبرنامج مراسل الجزيرة، أوغاشيما. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من برنامج مراسل الجزيرة، وفيها بعد الفاصل: جزيرة غوري رمز ل3 قرون من الاستعباد وشاهد على أبشع تجارة في التاريخ الإنساني.
أهلا بكم من جديد. تشكل جزيرة غوري الواقعة قبالة سواحل العاصمة السنغالية دكار أقدم وأكبر مركز لتجارة الرقيق نحو الولايات المتحدة وأوروبا منذ القرن 15 وحتى القرن 19. لا تزال هذه الجزيرة تجسد حتى اليوم رمزا للاستغلال والاستعباد الاستعماري. عام 1978 أدرجت الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، فأصبحت وجهة للسياح من كل مكان. زينب بنت أربي تعرفنا الآن على تاريخ هذه الجزيرة وكيف كان الأرقاء ينقلون منها ليباعون في أوروبا وأمريكا بعد تعرضهم لأصناف متنوعة من التعذيب. رحلة نحو التاريخ تقوم بها هذه العبارة عدة مرات في اليوم. على متنها مسافرون جاءوا من مناطق مختلفة من العالم، كلما اقتربوا من وجهتهم ازدادت لهفتهم للوقوف على أدق التفاصيل المتعلقة بها. خمس وثلاثون دقيقة فقط تفصلهم عنها انطلاقاً من سواحل العاصمة السنغالية داكار. إنهم متحمسون للوقوف على ملامح جزيرة غوري التي شكلت أكبر مركز لتجارة الرقيق في إفريقيا من القرن 15 إلى القرن 19. تلقائياً تقودك قدماك عندما تطأان أرض الجزيرة إلى هذا المكان، حيث يستقبلك تمثال بات يرمز لحرية العبيد، ثنائي إفريقي يعكس الشموخ والأنفة، وقد كسر القيد وتنشق نسيم الحرية وتباهى بطلته الإفريقية واتحد ضد المستعمر ليدحر الظلم والاستبداد إلى غير رجعة. وعلى بعد خطوات من التمثال انضممنا إلى سياح تجمهروا أمام باب منزل في جزيرة غوري. هذا الباب تحديداً هو المدخل الرئيسي للقصة. وصلنا إلى بيت العبيد، المعلم الرمز في هذه الجزيرة، فهو رمز لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، رمز لمآس عاشتها عائلة من السود. بات تاريخ بيت العبيد محفوراً في ذاكرة إلي، ورغم ما يحمله من مرارة وقسوة فهو يجد متعة كبيرة حين يسرده يومياً أمام السياح الأجانب، إذ يشعر في كل مرة أنه يساهم مجدداً في كتابة التاريخ، وكأنه يعيد شهادته بشأن الجرائم التي ارتكبها المستعمر. في مكتبه وثائق وصور يعتبرها بمثابة الكنوز. حين كان ملايين السود يقيدون بالسلاسل شبه عراة في هيئة قطيع تماماً مثل الحيوانات، تمهيداً لنقلهم عبر المراكب باتجاه أمريكا وأوروبا لبيعهم، ويحرص كل وافد هنا أن يسجل في مذكراته الخاصة أنه زار الجزيرة ولو مرة في حياته. الرجال مهتمون بالتعرف على المكان لأن هذه الصفحة الحزينة من حياة الإنسانية مدرجة ضمن المناهج التربوية. بعضهم يبحثون عن جذورهم وغيرهم يأتون بحثا عن المعلومات الضرورية للدراسة والبحوث. عندما تتجول في عنابر بيت العبيد يقشعر بدنك لما تسمعه من تفاصيل متعلقة بهذه الحقبة، كأنك تسمع أنين العبيد في كل ركن تحت وضعة السياط، كأنك تراهم مكبلين بسلاسل وأغلال تزن عشرات الكيلوغرامات، كأنك تسمع نواح الأطفال في محاولة يائسة للتواصل مع أمهاتهم في غرفة مجاورة. تحبس أنفاسك عندما تعلم أن الرجال كان يتم تسمينهم قسراً إذا قل وزنهم عن 60 كيلوغراماً، وأن من يجرؤ منهم على التمرد يوضع في أضيق الزنزانات عقاباً له، وأن النساء ملك للمستعمر. الأفق هنا ضيق جداً. في الطبق العلوي من بيت العبيد كانت تبرم الصفقات، فيباع الرقيق مقابل السلاح والمواد الغذائية وأدوات الزينة. هنا كان العبيد يسمعون أصوات ضحكات الأسياد حينها تجلجل المكان وقد أحكموا سيطرتهم عليه، فتجارة العبيد تدر عليهم الكثير من المال، خاصة أنهم باعوا الملايين منهم. اليوم يقف أحفادهم في ذات المكان وكلهم حزن وندم
ويسيطر عليهم الشعور بالذنب. في اعتقادي ينبغي أن يكون كل إنسان حرا وليس تابعا لسيده. أشعر بالغضب تجاه من أقدموا على مثل هذه الأفعال. في هذا الممر المشؤوم كانت تشخص أبصار السود بانتظار الترحيل الإجباري نحو أوروبا وأمريكا، لحظة الفراق مع الذات والأهل والقارة الإفريقية بأكملها. الذين يرفضون السفينة يتم رميهم في البحر للقرش، لا يوجد طبيب في الجزيرة، إذا مرض أحدهم أو مات يتم التخلص منه لكي لا يتسبب في عدوى الآخرين، لذلك لا توجد مقابر في جزيرة غوري. نعم، فبالنسبة للرقيق الخيارات هنا منعدمة، فبعد المكوث لأشهر في الجزيرة يبقى الخروج الإجباري منها هو المحطة النهائية في حياتهم، لذلك يطلق على الباب الذي يخرجون منه باب لا عودة. فمن لم يلتهمه القرش يلتهم البحر ماضيه، ويصطدم مستقبله على صخوره الصلبة، ويقذف به الموج بعيدا دون أي أمل في اللقاء بأفراد عائلته الذين يسافرون في رحلات منفصلة إلى وجهات مختلفة. ورغم كل ما سجلته أرضها من آلام وحرمان وعذاب، تعيش جزيرة غوري اليوم حياة هادئة. يقطن فيها قرابة 1500 نسمة، ويعكس الطراز المعماري هوية المستعمرين الذين تعاقبوا عليها، وقد صنفت إرثاً إنسانياً. ومن المعاناة يولد الأمل، فجزيرة غوري غدت ساحة إبداعية بامتياز، فمن قماشها وصدفها وترابها ومياهها وشجرها وثمارها وملامح أهلها يصنع فنانوها لوحات غاية في الجمال، تربط الماضي بالحاضر لتزرع الأمل وتنزع الأغلال وتشع البسمة وتنتزع الحرية. بالنسبة لي كفنان تشكيلي، بيت العبيد مصدر إلهام مهم، فلدينا عدد كبير من اللوحات المستوحاة من المكان. بيت العبيد يجعلنا نعمل بشكل متواصل، نحن نعيش من هذا الفن. ويحرص الفنانون على أن يجد السياح الذين يقبلون على هذه المعارض بشكل لافت مطلبهم، حيث يتم تصميم اللوحات بناء على رغبتهم بشكل سريع وبطريقة مبهرة لتصنع منها المئات يومياً. زينب متربي لبرنامج مراسل الجزيرة من جزيرة غوري في السنغال. في هذا التقرير من جزيرة غوري السنغالية نأتي مشاهدينا الكرام الآن إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراسل الجزيرة. موعدنا يتجدد أيضا الأسبوع المقبل. دمتم بخير وإلى اللقاء. في هذه الحلقة، الطائرات بدون طيار من الاستخدام العسكري إلى الاستخدام المدني على نطاق واسع. أوغاشيما جزيرة بوكانية تضم أصغر تجمع سكاني في الأرخبيل الياباني. جزيرة غوري شاهد على التاريخ الاستعماري في إفريقيا ورمز لتجارة الرقيق نحو أمريكا وأوروبا. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مراسل الجزيرة. تحولت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مؤخرا إلى الاستعمالات المدنية، باتت تخلق الآن فرصا جديدة للتوظيف في مجالات مثل عمليات إطفاء الحرائق والتصوير السينمائي والتلفزيوني وأنظمة المراقبة وعملية الإنقاذ أيضا. موازاة مع ذلك، ظهرت استخدامات غير قانونية لهذه التكنولوجيا من شأنها تهديد سلامة المواطنين وتعريض أمنهم للخطر. أيمن زبير مراسلنا زار معهد علوم الطيران الإسباني حيث يتم تأهيل مستخدمي هذه الطائرات في المجال المدني وعدل جزيرة هربا من حياة النزوح التي كانوا يعيشونها على جزيرة هاتشيجوجيما القريبة. كل ما يتعلق بجزيرة أوغاشيما طريف وغريب،
ففيها إشارة ضوئية واحدة ولم توضع لتنظيم السير، بل لتعليم أطفال القرية على طريقة عمل إشارات المرور. وفيها مدرسة واحدة تضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية فقط، ويتعلم جميع الطلاب تاريخ الجزيرة وكيف تحدى أجدادهم مخاطر البركان وقرروا العودة إلى القرية. والطريف أن عدد المدرسين في المدرسة ضعف عدد الطلاب، حيث يوجد 13 طالباً فقط من سكان القرية، وأكثر من 20 مدرساً ومشرفاً جاءوا من طوكيو للعمل في الجزيرة. هذا الطفل يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، أما رفيقتاه فممرضة وصاحبة مصنع، لكن طريقهم لتحقيق أحلامهم لن يكون سهلاً، فإكمال الدراسة سيتطلب الابتعاد عن عائلاتهم في الجزيرة بعد المرحلة الإعدادية لست سنوات على الأقل. يتراجع عدد سكان جزيرة أوغاشيما عاماً بعد عام بسبب قلة عدد الأطفال، ويخشى السكان أن يأتي يوم تصبح فيه التي تشتهر بها الجزيرة. وقت استراحة الغداء يتجمع القرويون في متنزه يضم الكثير من ينابيع المياه الساخنة ليستمتعوا بوجبة شهية، بينما ينعمون بالدفء الذي يشعه البخار المتصاعد من الفتحات البركانية. فالبخار المنبعث منها ناجم عن تبخر ماء البحر، وهو لا يحتوي على أي غازات كبريتية سامة كما هو الحال في البراكين الأخرى. ويستخدم القرويون بذكاء هذا المصدر الحراري المجاني لا للتدفئة فحسب، بل وللطهوي أيضا، حيث يبنون مواقد خاصة وبأحجام مختلفة، ويمكن التحكم بحرارة الموقد من خلال صمام ينظم كمية البخار التي تصل من تحت الأرض إلى الموقد لتناسب طهو كل نوع من المأكولات المختلفة. جميع سكان القرية يستخدمون هذه المواقد، ويمكن للزوار أيضاً أن يستخدموها مجاناً. لكل نوع من الأطعمة وقت محدد لينضج، فللبيض 7 دقائق وللسمك 20 دقيقة. منذ 20 عاماً أقامت بلدية القرية هذه الساونا التي يمكن لأي شخص أن تقوم برحلة واحدة في اليوم. بعد رحلة من طوكيو لمدة ساعة بالطائرة ثم 20 دقيقة بالمروحية، ما زلت في طوكيو. فجزيرة أوغاشيما التي يعني اسمها الجزيرة الزرقاء تتبع إدارياً لمحافظة طوكيو. تمثل الجزيرة حالة نادرة في العالم، فهي تضم بركانين معاً، وتحيط بها الرواسب البركانية شديدة الانحدار من كل جهة، ويتوسطها جبل ماروياما الذي يعني اسمه الجبل المدور، ويتكون من فوهة البركان الداخلي. تضم جزيرة أوغاشيما أصغر تجمع سكاني في اليابان، حيث يبلغ عدد سكانها 165 شخصا فقط، ولا تزيد مساحتها عن 6 كيلومترات مربعة، وهي جزيرة بركانية، ويمكن مشاهدة فوهة البركان هناك بشكل واضح من هذا المكان في أعلى جبل في الجزيرة. ورغم إمكانية ثوران البركان في أي لحظة، يصر السكان على البقاء والتعايش مع مخاطر الطبيعة. عند سفوح جبل ماروياما تنتشر حقول البطاطا الحلوة التي تعتبر من أهم المحاصيل التي يزرعها القرويون للاستفادة منها كطعام رئيسي، وكذلك لصنع نوع خاص من المشروبات الكحولية التي تشتهر بها الجزيرة لتنتج نوعا نقيا من ملح الطعام الغني بالمعادن. مصادر الدخل محدودة جدا في جزيرتنا، وقد فكرنا منذ 20 عاما بصناعة الملح، فماء البحر مجاني وكذلك الحرارة اللازمة لتجفيفه، وقد نجح مشروعنا الذي أعمل فيه مع عدد من سكان القرية بشكل يومي. في الجزيرة بضعة نزل صغيرة كهذا النزل الذي يديره العمدة السابق للقرية هيروشي ساساكي. أوغاشيما جزيرة بركانية يثور بركانها كل 200 عام تقريباً،
وكان آخر ثوران في القرن 18، وحينها تمكن 203 أشخاص من الهرب إلى جزيرة قريبة. أما من لم تتسع القوارب لنقلهم فكانوا 130 شخصا وقتلهم البركان. بقي سكان أوغاشيما بعيدين عن جزيرتهم لمدة 50 عاما إلى أن هدأ البركان، ثم قرروا العودة إلى الجزيرة هربا من حياة النزوح التي كانوا يعيشونها على جزيرة هاتشيجوجيما القريبة. كل ما يتعلق بجزيرة أوغاشيما طريف وغريب، ففيها إشارة ضوئية واحدة ولم توضع لتنظيم السير بل لتعليم أطفال القرية على طريقة عمل إشارات المرور وقيادة هذه الطائرات الصغيرة. قبل بدء هذه الدورة لم أكن أعتقد أن هناك معايير أمنية كثيرة، كنت أظن أنني أستطيع قيادة الطائرة بدون طيار وسط المدينة بدون تعقيدات، ولكنني اكتشفت أن الأمر خطير جدا. إلى جانب التكوين العلمي ثمة أيضا دروس نظرية تحاول توعية كل هؤلاء بمخاطر استخدام الطائرات بدون طيار التي أصبحت تستعمل أيضا في بعض الأعمال الإجرامية، لذلك ربما تحاول الحكومة الإسبانية سن قوانين تهدف إلى مراقبة انتشار واستخدام هذه الطائرات في المجالات الحضرية، فالتكنولوجيا البسيطة المستعملة في تصنيعها جعلتها في متناول جمهور عريض يعتقد أنها لعبة تسهل قيادتها وتسخير إمكانياتها في أغراض ترفيهية. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الطائرة بدون طيار تعمل كباقي الطائرات، ولذلك يتوجب على المستخدم أن يعرف الفضاء الجوي الذي سيستخدمه للطيران. عليه أيضاً أن يجيد قيادة الطائرة وأن تكون له دراية كافية بتقلبات أحوال الطقس. تحذيرات يبدو أنها لا تلقى كثير اهتمام لدى بعض الجماعات الإجرامية التي لم تتأخر في استغلال هذه الطائرات. قرويون في متنزه يضم الكثير من ينابيع المياه الساخنة ليستمتعوا بوجبة شهية، بينما ينعمون بالدفء الذي يشعه البخار المتصاعد من الفتحات البركانية. فالبخار المنبعث منها ناجم عن تبخر ماء البحر، وهو لا يحتوي على أي غازات كبريتية سامة كما هو الحال في البراكين الأخرى. ويستخدم القرويون بذكاء هذا المصدر الحراري المجاني لا للتدفئة فحسب بل وللطهو أيضا، حيث يبنون مواقد خاصة وبأحجام مختلفة، ويمكن التحكم بحرارة الموقد من خلال صمام ينظم كمية البخار التي تصل من تحت الأرض إلى الموقد لتناسب طهو كل نوع من المأكولات المختلفة. جميع سكان القرية يستخدمون هذه المواقد، ويمكن للزوار أيضاً أن يستخدموها مجاناً. لكل نوع من الأطعمة وقت محدد لينضج، فللبيض 7 دقائق وللسمك 20 دقيقة. منذ 20 عاماً أقامت بلدية القرية هذه الساونا التي يمكن لأي شخص أن يستخدمها ب3 دولارات فقط.